وهي تجربة أنا أعتقد دامنا الجميع وافق عليها واتفق عليها، أعتقد نحن في مرحلة أن نسير الأمور ونرى كيف تمشي إن شاء الله من جانب المسابقات. أعتقد لجنة المسابقات هكذا يبدو المشهد أكثر وضوحا مع قبول النظام الخليفي استضافة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في اجتماعات كونغرس الفيفا المزمع عقدها في البحرين شهر مايو القادم. هذا القرار لم يفاجئ البحرينيين، فالخليفيين الغزاة تربطهم علاقات سابقة مع الكيان الغاصب للقدس في السر والعلن. وزير خارجية البحرين خالد أحمد الخليفة وصف بيريز القاتل برجل الحرب والسلام، ودعا له بالرقاد بسلام، وذلك بعد إعلان موته في سبتمبر الماضي. النظام الخليفي يتبع ذات الأسلوب الذي يتبعه الصهاينة من قتل وتعذيب وتهجير واعتداء على النساء والأطفال والزج برموز وقادة الثورة في السجون واتهامهم بالإرهاب. وزير خارجي أشكر يجتمع مع منظمة إرهابية يهودية، يقول لنا تعلم عن الإرهاب، هاي الإرهاب الحقيقي، هؤلاء اليهود الحقيقيون الذين يقصدون يعني استهداف الناس وقتل الناس وبناء المستعمرات في داخل الأرض الفلسطينية. عقلية الغزاة الصهاينة هي ذاتها عقلية المحتل الخليفي، وهنا أصبح البحرانيون أكثر قناعة بالمضي قدما في خط المقاومة ومواصلة النزول في الميادين. فقبضات المقاومين للمحتل في القدس هي ذاتها قبضات وسواعد المقاومين في ميادين البحرين. الخليفيون ونظام آل سعود والذي هو الآخر تربطه علاقات وثيقة مع الصهاينة، شريكين أساسيين في قتل وتشريد وتهويد القدس الشريف. فالقوم أبناء القوم، وهو الأمر الذي يفسر عداءهم للقوى المقاومة في المنطقة وعداءهم وقتلهم لشعوبهم.